انت ارمله؟ لا ما الورقه. ارمله انت؟ شوف الاسم ما يشبهك ايجار؟ لا ما الورقه. ايش بلك انت؟ يلا شباب يلا يا اطفال يلا يا اخي سعد تعال امي تعال تعال حجي تعال يلا يلا ما في ليش اثنين؟ بس اثنين يلا روحي مع السلامه هاي لكم هاي لكم وتوزعوها. جمعيه تنميه 2 الموحده مستمره بتوزيع المواد الاغاثيه سله غذائيه وسله صحيه على احياء الموصل الفقيره والمتضرره والمتعففه وايضا الاحياء التي اصابها وابل من المطر وادى الى اضرار في اثاثها. لحد تاريخ هذا اليوم تجاوز عدد السلات الغذائية والصحية التي وزعت من قبل جمعية تنمية 2 الموحدة أكثر من 4500 سلة غذائية بطاقم كامل من شباب الجمعية وبتمويل ذاتي من الجمعية وبعض الإخوان كرماء مدينة أهل الموصل وأصحاب الجود فيها. باب التبرع لا يزال مفتوح ولا نزال نمد يد العون إلى أهالينا في مدينة الموصل. سنتواصل ما دام هناك أناس خيرين حريصين على إيصال السلة الغذائية إلى أصحاب الدخل المحدود والمتضررين من قبل بسبب حظر التجوال. قامت خليتي ذات الكار في صباح هذا اليوم بتوزيع مساعدات بمعية جمعية تنمية 2 الموحدة على العوائل المتعففة في منطقة المنصور ومنطقة موصل الجديدة. الحمد لله يعني استطاعت جمعية تنمية 2 بفضل الناس الخيرين الموجودين في أعضاء الجمعية والذين قدموا دعم إلى هذه الجمعية بتوزيع المساعدات إلى الفقراء وإلى العوائل المتعففة لتأمين يعني الحد الأدنى من مستوى المواد الغذائية ومستوى العيش للمواطن الكريم. وإن شاء الله الموصل ثبتت في هذه الأزمة إنها مدينة وتتكون من عائلة واحدة. رأينا العديد من الجمعيات ومن الناس الخيرين شاركوا في تقديم هذه النشاطات إلى أهالي المناطق الموجودة في محافظة نينوى، ونسأل الله إن شاء الله تعدي الأزمة بخير وتبقى الموصل عائلة واحدة رغم كل الأزمات وكل الصعوبات التي مرت عليها. الحمد لله اليوم قامت جمعية تنمية نينوى الموحدة بتوزيع 200 أكثر من 200 سلة توزعت مناطق الموصل مناطق متفرقة من الموصل، وإحنا مواظبين يوميا على يومية توزيع مجموعة من السلات ونختار يوميا حي معين، وإحنا نطلب من الأهالي أنه أهم شيء يتخذون إجراءات الوقاية وما يطلعون من بيوتهم، وإحنا إن شاء الله نوصل لكل أحياء الموصل بجهود الطيبين والمتبرعين من أهالي نينوى والكرام.